مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع المستثمر حميد درجة، المستثمر في قطاع السياحي بالداخلة وصاحب مشروع داخلة كايت سيرف وورد المتواجد بالنقطة الكيلومترية 28. إذن في إطار سعي جريدة الدخلة بلس في تنوير الرأي العام بأهمية الروافع الاقتصادية بجهة الدخلة وادي الذهب وسعيها إلى إبراز النماذج الاستثمارية في كل قطاع، تسلط الضوء اليوم على نموذج استثماري في قطاع السياحة، ويتعلق الأمر بالمستثمر درجة حميد، مستثمر في قطاع السياحي وصاحب المنتجع السياحي داخل كايت سيرف وورد المتواجد بالنقطة الكيلومترية بيكا 28 شمال مدينة الداخلة. إذن للإجابة على الأسئلة التالية: ما هو السبب الذي دفع السيد حميد إلى الاستثمار بهذه المدينة وفي هذا المجال؟ وما هي الطاقة الاستيعابية لهذا المنتجع وهذا المشروع؟ وسبب توافد السياح على هذه المنطقة وبماذا تمتاز؟ ما هي أسباب نجاح جهة الدخلة في المجال السياحي؟ وما هي التأثيرات التي حصدها القطاع بسبب جائحة كورونا؟ وما هي الرسالة التي يمكن السي حميد توجيهها من هذا المنبر؟ لا يسعني إلا أن أرحب بالسيد حميد درجة، وأهلا وسهلا بك في الدخلة بلس في هذا اللقاء الخاص، وممكن يعني تعرفنا على من هو حميد درجة. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم. بعد العديد من الزيارات المتكررة لهذه المدينة التي حازت كل الألقاب الدالة على الجاذبية والجمالية، كانت هناك رغبة كبيرة إلى أن تم اكتشاف هذا الفضاء المتميز للرياضات المائية، الشيء الذي دفعني ودفع العديد من المستثمرين للاستثمار بهذه المنطقة وفي هذا المجال. أعطيتنا يعني السبب الذي دفعك يعني إلى الاستثمار بهذه الجهة وبهذه المدينة وفي المجال السياحي بالضبط. يعني بغينا نعرفوا هذا المشروع يعني ما شاء الله الضخم، يعني بغينا نعرفوا الطاقة الاستيعابية ديالو شنو هي؟ بالنسبة للطاقة الاستيعابية، عدد الغرف 20 وعدد الأسرة 60، ونتمنى التعافي لهذا القطاع، وسيكون المزيد في التوسعة إن شاء الله. كنعرفوا أن مدينة كتعرف توافد السياح يعني ما شاء الله يعني من جميع أنحاء العالم. بالنسبة لكم شنو هو السبب ديال توافد عدد كبير ديال السياح لهذه المنطقة، وبماذا تمتاز هذه المنطقة على المناطق الأخرى بجهة المملكة؟ كما هو معلوم، فمدينة الداخلة تجمع وتزاوج بين الموروث الثقافي والبيئي الصحراوي الأصيل مع الطابع الرياضي المعاصر، فالمنطقة تعد من الوجهات الرياضية الهامة. نذكر على سبيل المثال للحصر الرياضات المائية العديدة، ولعل أبرزها رياضة الكايت سيرف التي تستقطب جل السياح من كل أقطار العالم. هذا من جهة. من جهة أخرى، فغنى المنطقة الجغرافي بجمال بحرها وسحر صحرائها، هذه الازدواجية التي حباها به المولى عز وجل تعتبر أيضا من أهم النقاط لجلب السياحة بشكل عام والسياحة الداخلية بشكل خاص. فالداخلة فازت لهذا العام بالمرتبة الأولى وطنيا، وهي أيضا مؤهلة إلى التنافس على أولى المراتب عالميا. إذن السي حميد، يعني كنعرفوا ان لا شك ان الجائحه ديال كورونا اثرت يعني واحد التاثير كبير على القطاع السياحي. يعني في النظر ديالكم شنو هي التاثيرات التي حصدها القطاع يعني بسبب هذه الجائحه؟ بالنسبه للتاثيرات، هناك انهيار في المداخل الماليه بسبب الاغلاق
والوضع الغير مسبوق، لكننا نحافظ على الاستمرارية قدر المستطاع. هناك مستخدمين ضحوا من أجلنا وقت الرخاء، وحان وقت التضحية وقت الشدة، ونتمنى ألا يستمر ذلك طويلا، لأن القطاع يحتضر، وأملنا ألا نصل إلى النتائج الكارثية والخروج من هذه الأزمة للانخراط في دينامية إحياء النشاط الاقتصادي. إذن في الأخير يعني بغيناكم تعطونا واحد الرسالة اللي يمكن توجهها من خلال هذا المنبر ديال الدخلة بلس للناس ديال القطاع وبصفة عامة. قبل توجيه الرسالة بالنسبة لهذا القطاع، ولله الحمد هناك تكامل، لأن يجب الشكر أن يكون موصول على هذه الفئة التي تعمل في تكامل، ألا وهي أولا السلطة وعلى رأسها والي جهة الداخل وادي الذهب مع الفريق المنتخب، والعمل الجبار الذي يقوم به المجلس الجهوي للسياحة مع المشرفين على كل هذا القطاع، وهناك أيضا دور كبير وفعال تقوم به كل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى جودة الخدمات العالية، وهذا بطبيعة الحال مع المؤهلات الطبيعية للمنطقة. يعني يمكننا القول بأن ما نراه اليوم فهو ثمار لمجهودات متكاملة. وفي الختام ومن هذا المنبر أحيي كل من ساهم فيما تشهده المنطقة وضواحيها اليوم من تكاثف الجهود وتضافرها، وأؤكد على ذلك في الاستمرارية لكي نحافظ على هذه الصورة الجميلة ولكي تبقى راسخة في ذاكرة كل زائر. وأحييكم أنتم أيضا على هذا اللقاء، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. شكرا سيد حميد درجة. لا يسعني في الأخير إلا أن أشكر السيد حميد على يعني إجابته لمجموعة من الأسئلة اللي طرحناها، وكنشكره جزيل الشكر للسي حميد يعني اللي هو مستثمر سياحي وفاعل سياحي بهذه المنطقة، واللي هو صاحب مشروع منتجع سياحي الداخلة كايت سيرف أورد. نتمنى أن نلتقي في مرة قادمة بحول الله، وشكرا على تلك. بارك الله فيك.